زين الخطيب بعمري 16 سنة في دار الطفل في صف 11. بديت قانون منه أنا عمري تقريبا 10 سنين مع أستاذ وفا الزغل. أستاذي اللي هلأ يعني اللي هلأ عم بعلمني بالمعهد كان يعلمني بالمدرسة قبل إنه مادة تانية، فدخلوني قالوا لي إنه شوفي الآلات أي آلة بدك تختاري. فأنا حبيت إنه يوم ما طلعت على القانون إنه إشي كتير غريب كتير حلو ويعني طرب. تصعبت أول إشي، بعدين إنه خاص كان الوضع كتير منيح، هلا مش قادرة أبعد عنها. طلعت كتير للعازف زياد كامل اللي هو بنظري يعني من الرائعين في عزف القانون، له 32 سنة عم بعزف. بالنسبة للمستقبل أنا كتير حابة أضلني مع يعني متمسكة في القانون، كتير حابة أنشر فكرة تعليم القانون اللي كتير كانوا خايفين يعني هون. كتير في ناس يوم يشوفوا قانون بفكروا إنه صعب وبدهم عود وبدهم أي آلة تانية، بس إنه بدي أنشر فكرة إنه القانون إشي آلة كتير رائعة وكتير سهلة يعني مش إذا بحبها الواحد. الهدف إنه هون فلسطين تتفقها.